السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين. ما أهمية الشعر الجاهلي؟ من أول من شكك في مصادر الشعر الجاهلي من المستشرقين والعرب؟ ولماذا الهجوم على الشعر الجاهلي خاصة؟ سنناقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان الشعر الجاهلي بين المثبتين والمنكرين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الشعر الجاهلي بين المثبتين والمنكرين. نرحب بدءا بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية. حياكم الله دكتور. حياكم الله وبياكم. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول، مناف بعاج، الكاتب والباحث في اللغة العربية. مرحبا بكم أستاذ مناف. حياكم الله أستاذ نصيف وبارك بكم. وفيك ربي بارك. إذن دكتور حمدي، نبدأ بسؤال التمهيدي عن أهمية الشعر الجاهلي. ما أهمية الشعر الجاهلي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة الشعر الجاهلي له أهمية كبيرة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لأن القرآن الكريم نزل بلغة عالية تعلو على مستوى العامة، لذلك كان من الصحابة من يشرح ويفسر القرآن الكريم ويستعين على ذلك بالشعر، وكذلك كان التابعون يفعلون ذلك. من الصحابة الذين اشتهروا بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، الذي كان يقول: إذا خفي عليكم الحرف في القرآن الكريم فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. وقد روى التابعون أو تلامذته عن ابن عباس أنه كان يستعين بالشعر الجاهلي على تفسير كلمات القرآن الكريم. وما أمر نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في ما يسمى بسؤالات نافع عن المشاهد الكريم ببعيد، الذي أتاه وأخذ يسأله وطلب منه أن يأتي له بمصادق كلامه من الشعر الجاهلي. ثم هناك أمر آخر، علماء اللغة وعلماء النحو عندما وضع علماء النحو قواعدهم، استشهدوا بأكثر أو في أكثر الاستشهادات كان في أكثر الاستشهادات كانت من الشعر العربي، وخاصة الجاهلية منه. ولذلك عندنا في أصول النحو عندنا أول مصدر من مصادر النحو السماع. السماع يتمثل في القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر. وأول طبقة من طبقات الشعراء الشعراء الجاهليون، وهذه الطبقة احتج بها العلماء جميعا قولا واحدا دون ما تردد. وابن سلام قسم هذه الطبقات. نعم، ابن سلام الجمحي قسم هذه الطبقات. وكذلك وضع المعاجم اللغوية، عندما وضع العلماء معاجمهم، يعني لو نظرنا إلى العين للخليل بن أحمد وغيره من المعجمات اللغوية نجدها يعني ممتلئة بالشعر، وخاصة الشعراء الجاهلي. حتى زمن ابن مالك في ألفيته. نعم، يستشهد كثيرا. إلى وقتنا الحالي الذي يتعلم النحو القديم مثلا على ألفية ابن مالك أو شروح ألفية ابن مالك كشرح ابن عقيل وغيره، يجد الشعر الموجود فيه أغلبه من الشعر الجاهلي. فإذا ما أهملنا هذه الفترة وقضينا على جزء كبير من اللغة، والشعر الجاهلي كان له أثره في الشعراء الذين أتوا بعد ذلك في العصور، في العصر الإسلامي والعصر الأموي والعصر العباسي وما بعد ذلك من عصور. من هنا بعد الترحيب مجددا بالأستاذ مناف بعاج، من أول من شكك في مصادر الشعر الجاهلي ولا سيما من المستشرقين؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول من شكك وتولى كبر هذا الأمر هو المستشرق مرجليوث، الذي نشر في عام 1925 مقالا في مجلة تحدث فيه عن أصول الشعر العربي، وادعى فيه أن هذا يعني أن أكثر هذا الشعر منحول.
طبعا الشعر العربي لا يخلو من أن فيه شيئا منحولا. منحول عفوا أستاذ مناف، منحول يعني موضوع، يعني وضعه كما يقال مثل يعني خلف الأحمر وغيره من الرواة أو حمادة، يعني وحماد الراوية هم وضعوه ونسبوه إلى الجاهليين. نعم. طبعا يوجد شيء من هذا الكلام، لكن كما في حتى في الحديث النبوي هناك شيء، الأحاديث الموضوعة نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما فعل العلماء علماء المصطلح وبينوا زيف الكلام من صحيحه، فهناك علماء العربية رواة الثقات الذين رووا الشعر العربي الصحيح بيّنوا أن هناك شعراً منحولاً. طبعاً مرجليوث ضرب صفحاً عن كل ذلك، ويعني إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، مع أنه اعترف في مقاله بأن هناك يعني حتى في القرآن يوجد سورة شعراء بحسب كلامه، وأن كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر، وكانوا يصفونه بالمجنون، وكانوا يصفونه بالكاهن. يعني ذكر ذلك مرجليوث، ناقض نفسه هنا. تمام، يعني هو في نهاية المقال بعد أن ذكر هذه الأدلة لم يستطع هواه إلا أن يطل برأسه فينكر كل ما جاء به من أدلة ويتحدث عن الشيء الذي هو يريد أن يقوله. يعني هو يريد أن يقول إن هذا الشعر منحول، خلص ضرب بكل الأدلة الأخرى صفحا وقال هذا الشعر منحول دون النظر إلى أي شيء آخر. من هنا استكمالا دكتور حمدي، ما موقف المستشرقين وحتى العرب، يعني من سار على نهجهم من كلام مرجليوث هذا؟ في الحقيقة الكثير من المستشرقين وجمهور علماء العربية ردوا على مرجليوث في أموره التي ادعاها، من يعني لو كانت الرواية عن الشعر الجاهلي فيها ضعف أو ليست صحيحة، فمثل ذلك الروايات عن العصور المختلفة، فالرواية عن الشعر الجاهلي تشبه الروايات الموجودة في العصور المختلفة، فإن طعنت في العصر الجاهلي فلك أن تطعن في كل العصور. صحيح. إلى عصرنا الحالي، فالرواية كله مبني على الرواية. الأمر الثاني، قالوا بأن الشعر الجاهلي يشبه الشعر الهومري اليوناني، وفي أنه بسيط سهل ليس فيه تعقيد ولا الخصومة بين اللفظ والمعنى التي أتت بعد ذلك في الأمور. يعني الشعر الجاهلي يناسب الفترة الزمنية التي قيل فيها. الأمر الثالث، الجمهور العرب قالوا بأن الشعر الجاهلي اعتمده العلماء الثقات لأنه مروي عن رواة ثقات وعن علماء ثقات، ولذلك جعلوه مصدرا من مصادر اللغة ومن مصادر الأدب، وأتوا بذلك يعني من الذين يقولون هذا الدكتور علي الجندي في كتابه في تاريخ الأدب الجاهلي، يعني يقول إن مصادر الأدب الجاهلي التي ضمت كثيرا من النصوص الجاهلية جاءت إلينا عن طريق الرواة الموثوق بأمانتهم وصدقهم، وقد حازت القبول والاحترام من العلماء والنقاد القدماء والمحدثين. لكنهم طعنوا أيضا كما ذكر أستاذ مناف بخلف الأحمر وحماد الراوية، هؤلاء يعني وقف لهم العلماء الثقات الذين كانوا كما يقولون ينخلون شعرهم بيتا بيتا ليستخرجوا الأبيات المنحولة. لكن ليس كل ما قيل عن خلف الأحمر أو عن حماد الراوية ليس كل ما قيل بصحيح، فيه منحول، فيه يعني مبالغات. نعم، وخاصة لأن الخصومة بين البصرة والكوفة يعني كان لها دخل في هذا الأمر، يعني ربما جاء خلف أو حماد بشيء من الشعر المنحول ولكن قليله. قليل. نعم. قليل. نعم. وكما ذكر الأستاذ مناف، كما وقف علماء الحديث للأحاديث الموضوعة نعم بالجرح والتعديل وبينوا بأن هذا ضعيف أو هذا موضوع، كذلك وقف علماء العربية النقاد منهم وقفوا للأبيات المنحولة أو المصنوعة ونصوا عليها نصا بأن هذا بيت منحول أو هذا بيت مصنوع، وكما يعني فعل علماء الحديث لأن اللغة آلة العلوم الشرعية، فكان الاهتمام بها اهتماما
مثيلا باهتمام العلوم الشرعية. نأتي هنا أستاذ مناف إلى جانب مهم في حوارنا هذا وموضوعنا، إلى أبرز من تأثروا بالمستشرقين ولا سيما مرجليوث، وأبرزهم طبعا الأستاذ دكتور طه حسين، فما موقفه من الشعر الجاهلي؟ طبعا طه حسين يعني كأنه سلخ أو سطى كما قال، نبه إلى ذلك علماء من العرب ومن المستشرقين أيضا، سطى على مقالة مرجليوث سطوا ونشرها باسمه. طبعا يعني مرجليوث نشرها في 1925، في 1926 نشر طه حسين هذا المقال وتكلم فيه عن أن الشعر الجاهلي منحول، أغلبه منحول، ونفى أن يكون هناك شعر من اليمن، وثم تحدث عن اللهجات، ثم تحدث عن أن هذا الشعر غير الشعر الذي كانت تقوله العرب. يعني هو ردد مقالة مرجليوث بكلام آخر فقط، يعني كأنه جعلها فقط بشرحا أو وتحدث عنها طه حسين، ولا نفس المقالة لم يخرج عن كلامه أبدا سوى بعض الشرح وبعض يعني كأن مقالة مرجليوث كانت متنا، فجاء طه حسين فجعل لها الحواشي فقط. ولكن هذا المقال يعني أحدث ضجة كبيرة في مصر وفي بقية أقطار الوطن العربي عند اللغويين والأدباء أستاذ مناف. طبعا يعني هذا الكلام عندما نشر طه حسين هذا الكلام، يعني قد يكون كما يقال كما قيل قبل اليوم خالف لتعرف. يعني طه حسين كان معروفا عنه غير قصة الشعر الجاهلي أنه يحاول دائما أن يخالف، منذ كان في الأزهر كان يعني هناك بعض الناس يريد أن يتكلم عن شخص معين فلا يريد أن يكون هذا الكلام باسمه، فيأتي بطه حسين عندما كان في الأزهر أو عندما أول ما ترك الأزهر كان ناقما على الأزهر، فيعطيه المقال أو يعطيه ماذا يريد أن يقول عن ذاك الشخص، فيسود طه حسين مقالا عنه. فطه حسين وجد ساحة فارغة ووجد كلاما يعطيه مكانا بين في المجتمع العربي، خاصة بعد أن جاء يعني بهذه رسالة الدكتوراه من فرنسا وكان يريد أن يثبت لنفسه مكانا، فخالف ليعرف وجاء بمقالة مرجليوث. لكن العلماء طبعا لم يسكتوا له، تصدى له العلماء من الأزهر ويعني إلى آخر عالم في مصر. سنأتي على ذلك. نعم أستاذ مناف، إذن دكتور حمدي، من يعني من العلماء والمفكرون الذين تصدوا للرد على كتاب في الشعر الجاهلي الذي أحدث ضجة كبرى؟ يعني قبل أن أذكر العلماء الذين أشرعوا أقلامهم وكتبوا المقالات لتبيين زيف كتاب طه حسين المسمى في الشعر الجاهلي والذي غيره بعد ذلك وسماه في الأدب الجاهلي، نعم، لابد أن أذكر شيئا بأن طه حسين نفسه كان يقول، الذي يعيب على اللهجات العربية كان يقول بأن اللغة العربية الفصحى متمثلة في لهجة قريش، وأن الشعراء والعلماء كانوا يتمثلون في أماكنهم العامة والخطباء في المواسم العامة بهذه اللهجة التي اشتملت على كل اللهجات العربية أو أخذت أفضل ما في اللهجات العربية، فهو يناقض نفسه بهذه الأمور، يعني يقول كلاما في مرحلة ثم ينقضه في مرحلة أخرى. أما العلماء فهم كثر، من هؤلاء العلماء الأستاذ محمد فريد وجدي في كتابه نقد كتاب الشعر الجاهلي، والأستاذ محمد لطفي جمعة في كتابه الشهاب الراصد، والعلامة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر كتابه نقد كتاب في الشعر الجاهلي، والأستاذ الشيخ محمد الخضري في كتابه محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي، الأستاذ محمد أحمد الغمراوي له كتاب أيضا اسمه النقد التحليلي في الشعر الجاهلي، الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الذي له كتاب مشهور اسمه تحت راية القرآن، يعني أفرد كثيرا من مقالاته في الرد على كتاب في الشعر الجاهلي. نعم. هؤلاء العلماء يعني بحجج يعني علمية، بحجج علمية كل
في تخصصه استطاعوا أن يثبتوا أن كل ما ذكره طه حسين لا قيمة له وأنه مردود عليه وأنه فاسد على ما سنأتي عليه في الأسئلة الآتية إن شاء الله. إذن أستاذ مناف، قبل أن نخرج في فاصل فقرة ديوان العرب، ما طريقة نقد المنهج التي تبعت في كتاب في الشعر الجاهلي التي تبعها العلماء كما ذكر بعضهم دكتور حمدي قبل قليل في الرد على هذا الكتاب المثير الجدل؟ طبعا هم أول شيء انتقدوا منهجه نفسه، هو ادعى بأنه يعني استخدم منهج ديكارت في الشك. طبعا ديكارت في الأساس كان مبدأه أن يتجرد عن كل شيء في الأمر ليصل من الشك إلى اليقين. طه حسين أخذ هذا الشيء فعكسه، يعني وصل من اليقين إلى الشك، يعني استخدم المنهج نفسه بطريقة خطأ، يعني وردوا عليه في ذلك. ثانيا حتى في المنهج نفسه كان يدعي بأنه يستخدم منهج ديكارت للشك. نعم أستاذ مناف، أيضا بخصوص هو نقل حتى الأستاذ طه حسين نقل عن يعني حرف كلام لأبي عمرو بن العلاء. عمرو بن العلاء قال ما لسان حمير بلسانيا ولا عربيتهم بعربيتنا. صحيح. وكان ما لسان حمير في أقاصي اليمن، فحرف الكلام وحذف كلمة أقاصي اليمن وغير من عربيتهم بعربيتنا إلى لغتهم بلغتنا. وبون شاسع بين ما ذكر عن أبي عمرو بن علاء وبين ما أراد أن يدلل عليه طه حسين، لأن العربية غير كلمة لغة، لغة نفى اللغة من أساسها. نعم هذه يعني تابعة للأمانة العلمية. أيضا كان طه حسين يبني، يعني يأتي بفرضية ويأتي بفرضية يبنيها على الفرضية الأولى، ثم يأتي بفرضية ثالثة يبنيها على الفرضية الثانية، فيصل منها إلى اليقين. وفي الأساس كلامه مبني على فرضية. يعني أيضا عندما ادعى أن الشعوبيين كان عندهم، يعني بنى كلامه أن الشعوبية كانوا يقولون كلاما، بنى كلامه على فرضية وفي الأساس يعني جعله يقينا وكلامه فرض مردود عليه. نعم. إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الجاهلي الشنفرة ولامية العرب. شنفرة ولامية العرب. شاعر جاهلي من الأزد، كان من أكثر الصعاليك فتكا وأسرعهم عدوى، لا تدركه الخيل حتى قيل أعدى من الشنفرة. اشتهر بلامية العرب التي كتب عنها علماء الأدب واللغة بالشرح والتحليل، قال فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، وأغدو خميص البطن لا يستفزني إلى الزاد حرص أو فؤاد موكل، فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء أثكل، وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل، شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل،
وأعدم أحيانا وأغنى، وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع الشعر الجهري بين المثبتين والمنكرين. دكتور حمدي، كنا مع الشنفرة قبل قليل وهو مثال للشعر الجاهلي. نأتي الآن إلى، تحدثنا قبل قليل عن دكتور طه حسين، ما موقف الأزهر من كتاب في الشعر الجاهلي دكتور طه حسين؟ الكتاب صدر سنة 26 و900 وألف من الميلاد، وعندما صدر هذا الكتاب قام أو هاج الأزهر وقامت المظاهرات يعني، واشترك فيها طلاب الأزهري وشيوخه وكتبوا البلاغات للنيابة العامة التي حققت في الأمر، لكن في نهاية الأمر حفظت التحقيقات ولم يعني تفعل شيئا. لكن وصل الأمر إلى يعني أشبه بثورة على مظاهرات بعد لأن الكتاب أو الفترة الزمنية كان الطلاب يدرسون العلوم اللغوية التي بها يفهمون ما يقال أو ما يكتب، ويعرفون أو يربطون بين الشعر الجاهلي وبين القرآن والحديث، ويعلمون أن الشعر الجاهلي يعني منقول إلينا بالرواية، والقرآن الكريم في قمته منقول بالرواية، والحديث منقول بالرواية، يفهمون هذا جيدا. لذلك كانت الثورة عارمة. في تكررت هذه الثورة في عام 32 و900 وألف، وتقدموا ببلاغات ورفع الأمر للبرلمان ورئاسة الوزراء، وفي هذه المرحلة اتخذ قرار بأن فصل طه حسين من الجامعة. فصل من الجامعة. نعم. وكلف شيخ الأزهر مجموعة من العلماء الأثبات ليكتبوا تقريرا عن كتابي في الشعر الجاهلي، وخرجوا خلاصة التقرير يعني اللجنة وجدت في الكتاب ما يناقض الدين ويمسه في أصوله وفروعه. الأصول تبدأ في العقائد وأصول العبادات، الفروع الأمور يعني أغلب الأمور الفقهية يسمونها فروع، لكن في الأمور الفقهية فيها أصول أيضا مثل الفرائض الخمس وما شكل ذلك. هذا فضلا عن التراث الأدبي أيضا. نعم. قالوا أضاع على المسلمين العاطفة الدينية. نعم. قالوا أيضا أضاع الإيمان بتواتر القرآن وقراءاته، لأن الأمر مبني على الرواية الشفوية والقرآن وصل إلينا عن طريق الرواية إلى الآن. والأصل في القرآن أن ينقل ما يعني يأخذه الإنسان عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه، إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام. فبهذه الكيفية عندما نشكك في الشعر الجاهلي، يعني نشكك في هذه الروايات، يعني نشكك في القرآن الكريم، يعني نشكك في القراءات القرآنية، فالأمر فيه تضييع لأصول الدين. الدين مبني على القرآن، مبني على السنة، كذلك السنة مبنية على الشفوي، نفس الشيء في نفس الشيء. نعم. فقالوا أضاع الثقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، لأن هذا الأمر أيضا مروي أو منقول إنا عن طريق الرواية. فبهذه الكيفية الموضوع خطير، ليس الموضوع سهلا. فلذلك كانت هذه الثورة وكانت هذه المظاهرات، وكان هذا القرار بضغط من الأزهر على رئاسة الوزراء وعلى النواب الذين ضغطوا على المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار بفصل طه حسين من الجامعة في ذاك الزمن. نعم. إذن أستاذ مناف، من هنا ننتقل لنتعرف عن منهج الدراسة الأدبية عند الأستاذ الدكتور طه حسين، وما رأي العلماء فيه. طبعا كما قلت لك، يعني طه حسين اتخذ من منهج ديكارت الشك. صحيح. منهجا ليشكك بالشعر الجاهلي، لكنه يعني جاء من تلاميذه زكي مبارك، فشكك في هذا المنهج الذي يعني هو اتخذه، يعني ادعى أنه منهج ديكارت، ادعى أن الشعر الجاهلي أغلبه منحول، قال بأن يعني البيئة الجاهلية
كانت بيئة جافة، وهذا الشعر المنقول يعني الذي نقله لنا العلماء أو النقاد لا يناسب تلك البيئة التي قيل فيها. نعم. وقال بأن الشعر الذي نقل إلينا مثلا عن القحطانيين هو بلغة العدنانيين، فكيف يكون هذا الشعر الذي قاله القحطانيون ونقل إلينا بلغة العدنانيين؟ وقال بأن هناك يعني لغة حمير أو اليمن لم يبق منها شيء، فكيف نقول بأن هذا الشعر هو شعر جاهلي وليس يعني لا يدل على ذلك مما نقل إلينا؟ نعم هكذا. أيضا دكتور حمدي بخصوص أيضا المنهج، هناك منهج تجريبي مثلا، هل سار عليه طه حسين هنا؟ يعني طه حسين أراد أن ينقل المناهج الموجودة في العلوم الطبيعية وأمور الفلسفة على ويطبقها على الأمور الأدبية، وهذا ليس بمستساغ وغير جائز. لماذا؟ لأن المنهج الأدبي له منهجيته وله أسلوبه الذي يتميز به، بخلاف المناهج التي تطبق على الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجي أو ما شكل ذلك من العلوم التطبيقية. فهذا كذلك يعني يريد أن ينقل منهج الشك المأخوذ من فلسفة ديكارت بفهمه هو لا بفهم ديكارت، وأن يطبقه على المنهج الأدبي. ولذا بعدما تغير الأمر بعد فترات، لأنها نظريات كانت موجودة في بلاد الغرب وتغيرت، فإذا بهذه الأمور وإن كان قد قال بها في بادئ الأمر بعض الناس، لكنها ضاعت ولم يأخذ بها أحد كثيرا، لأنها لا تتناسب والمنهج الأدبية أو الدراسة الأدبية التي لها أسلوبها ولها طريقتها التي تختلف اختلافا كبيرا عن الدراسة العلمية. الدراسة العلمية دراسة تجريبية، أما الدراسة الأدبية ليست كذلك، يعني أمور فهم، أمور عقل، أمور معنى، أمور بلاغة، يعني فيها أمور كثيرة، أمور لغة تحتاج التعامل مع هذه الأمور. أيضا ما رأي العلماء أيضا في رأي الدكتور طه حسين؟ وسأخذ رأي أستاذ مناب بعد قليل أيضا في رأي العلماء عن دكتور طه حسين. نعم دكتور. في الحقيقة الدكتور طه حسين عندما سافر إلى فرنسا درس التاريخ اليوناني والتاريخ الروماني وتخصص فيهما ولم يتخصص في الأدب، لذلك قالوا إن بضاعته مزجاة يعني قليلة في الأدب، وهذا ما شهد به تلامذته. وحتى لا يقول المشاهد الكريم بأننا نتجنى عليه، لابد أن نذكر قولا للدكتور زكي مبارك وهو تلميذ طه حسين الذي صحبه سنوات طويلة. ماذا يقول؟ يقول: إني أراه قليل الصلاحية للأستاذية في الأدب العربي، لأن اطلاعه على الأدب ضئيل جدا. هذا كلام تلميذه. نعم. ويعرف أني أشهد له بالبراعة في تأليف الحكايات. نعم. نعم. وإن من العجيب في مصر بلد الأعاجيب أن يكون طه حسين. هذا كلام الدكتور زكي مبارك. زكي مبارك. نعم. أستاذ كبير. أستاذ كبير هنا ومعروف له النثر في النثر الفني في القرن الرابع يعني الهجري. نود أن نوضح مسألة دكتور حمدي إن سمحت لي. هنا نحن لا نريد أن نطعن أو يعني ننتقص من أستاذ الكبير طه حسين، ولكن هذه حقائق علمية. نحن نذكر الحقائق كما هي موجودة في الكتب وكما قالها تلامذته على لسان من عاصره. نعم على لسان تلامذته وليس على لسان معاصريه المعارضين له، لأن لو قلنا بأن هذا معارض له يقولون هذا يطعن فيه وهذا نقده موضوعا وشخصا. طيب. ولم ينقده نقدا موضوعيا، لكن تلامذته أو أحد تلاميذه الذين عاشوا معه فترة طويلة يقول عنه هذا، ثم يقول ماذا عنه؟ ويقول: هو لم يقرأ غير فصول من كتاب الأغاني، الكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. نعم. وفصول من سيرة ابن هشام في السيرة النبوية. والأصفهاني فيه الغث والسمين طبعا، يعني معروف هذا الذي يريد أن يأخذ من الأغاني لابد أن يكون على بينة مما يأخذ، لأن العلماء قالوا فيه ما قالوا، وكان
الأصفهاني تكلموا في الأصفهاني وتكلموا في كتابه. صحيح. فعندما أخذ من الأصفهاني دون تمحيص كما أخذ منه بعض الأمور أو قرأ منه بعض الصفحات أو بعض الفصول وأخذ منه غثه وسمينه دون تمحيص للرواية، هذا يؤخذ عليه ولا يؤخذ منه. طيب دكتور، نعم، انتهيت نقطة أخيرة. هو فيه ناقد آخر. نعم تفضل. نعم. إذن ننتقل إلى أستاذ مناف لنأخذ رأيه. قبل أن ننتقل إلى السؤال الأخير معك أستاذ مناف، أريد أن أيضا رأيك في موضوع رأي العلماء في دكتور طه حسين استكمالا. طبعا غير زكي مبارك أيضا كان من تلاميذه العلامة محمود شاكر، هو أيضا تلميذه وكان قريبا له، وهو الذي أدخله إلى الجامعة. طبعا عندما عرض الدكتور طه حسين قضية الشعر الجاهلي كان أول من تصدى له هو الأستاذ محمود شاكر، وعلى إثر هذه القضية ترك الجامعة، وكان سبب يعني خلوته التي قضى فيها 10 سنوات رحمه الله محمود شاكر في البحث عن أصل، يعني حتى قرأ الشعر الجاهلي كاملا، وهو من المحققين يعني المشهورين. تمام. بسبب قضية التي أثارها طه حسين، وذكر ذلك في كتابه المتنبي، تكلم عن قضية النحل التي تحدث عنها طه حسين، كما تحدث أيضا في مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، هناك مقدمة له، المقدمة كانت جميلة جدا، تحدث فيها المرحوم محمود شاكر عن أصول الشعر الجاهلي وأهميته في فهم القرآن، وتكلم عن قلة بضاعة طه حسين في ذلك. أيضا من العلماء كان الأديب علي الطنطاوي رحمه الله. نعم. تكلم عن يعني محمود شاكر وعن لغته، وقال يعني حتى كان يعني هو ليس عيبا، لكن قال بسبب يعني بصره فكان كثير من عباراته مكررة، لأنه كأنه كان يمليها إملاء. يعني ممكن تقول من كتبه الأيام كتاب جميل، لأنه كما قال زكي مبارك يعني هو قوي في القصص وفي كتابة القصص، فكان كتاب الأيام جميلا جدا لأنه صاغه بأسلوب جميل. أما بقية الكتب فلم يرضى عنها العلماء حتى تلامذته. طيب أخيرا ربما تلخص لنا يعني الزبدة من حوارنا وموضوعنا هذا، النتيجة يعني أستاذ مناف، لماذا الهجوم إذن على الشعر الجهلي خاصة؟ سيدي الكريم، هناك أناس لا يستطيعون أن يهاجموا القرآن والسنة مباشرة، سواء من المستشرقين أو من أذنابهم من المستغربين. هو لا يستطيع أن يكذب القرآن صراحة ولو أنه كان لا يؤمن به، خشية من أن يهاجمه الناس. فمن الذي نقل القرآن؟ من الذي نقل الشعر الجاهلي؟ هم أنفسهم العلماء نقلا عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الشعر الجاهلي نقل عن الصحابة، صح أو لا؟ صحيح. فعندما تنكر وجود الشعر الجاهلي فأنت تكذب نقلته. من هم الذين نقلوه؟ هم الصحابة. طبعا أنت لا تقول يعني هم يعني كذبوا في القرآن، لكن الذي يكذب في نقل الشعر الجاهلي فليس بعيدا عنه أن يكذب في نقل السنة وأن يكذب في نقل القرآن. يعني هم سواء طه حسين أو غيره، هو لا يؤمن أصلا بالقرآن أو السنة، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لكنه لا يتجرأ على أن يكذب هذا الشيء صراحة، فيلجأ إلى الالتفاف على الأمر فيتكلم عن الشعر الجاهلي أو غيره من هذه الأمور. نعم. إذن يعني نقد أو إنكار الشعر الجاهلي هو إنكار للسنة والقرآن، لأن النقلة نفسهم. طبعا نحن نتحدث عفوا أستاذ مناف عن الشعر عن أغلب الشعر الجاهلي، لأن فيه من القليل منحول، ولكن ليس كما قال الدكتور طه حسين. طبعا يعني حتى في السنة الآن، حتى في السنة عندما تتكلم عن السنة المقصود فيها السنة الصحيحة. صحيح. لكن لا يقصد فيه الضعيف أو الموضوع، لكن أنت عندما تكذب ناقل السنة، يعني هناك أحاديث، هناك من ينكر السنة ويسب الآن الحملة على البخاري ومسلم فقط لأن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. طبعا هو لا يقصد تلك الأحاديث الضعيفة،
لكنه يقصد السنة نفسها، نعم، يريد أن ينكوها من أصلها، ثم من القرآنيون. نعم، إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية مدينة إسطنبول مناف بعاج، الكاتبة والباحثة في اللغة العربية. شكرا جزيلا لكم أستاذ مناف. الله وحياك الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يجسد مقتل الشنفرة. لست مجرد أم بل مثالا سقته لكل مقهور قادم، وأردت أن تعلم الأم، أي أم، أن تربي أولادها هكذا هكذا، فما غير هذا من سبيل يخشاه الظلم والظالمون؟ هذا حق، ولقد بلغت وأبلغت. أتدري يوم رصدوا الماء وعدت أنت إلى قومك، وعاد عمرو بن براقة إلى قومه، ليلتها كم قلت إلى من يعود الشنفرة وهو لا قوم له ولا وطن بعدما سلبوه كل شيء حتى أيام حياته؟ صدقتي، لقد حدثني الشنفرة بذلك ليلتها. وما عزائي يا أخي غير علمي بأن وطنه هو سيفه، فليكن عز كل طريد ووطن كل مسلوب هو سيفه وعزمه المتوحش. صدقتي يا هنيزة، لذلك أحسبك ستجدين العوض والعزاء. لا عزاء عن الشنفرة، لا عزاء، بل حداد الأبد، فقد كان جديرا بأن تحزن عليه الأم، أي أم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي عبر الرافدين. قد وصلنا الآن إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع مناسبة آيات الحج في سورتي آل عمران والحج. نبدأ بعد قليل. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في البيان القرآني. نبدأ دكتور حمدي من محور سورة آل عمران، فما محورها؟ سورة آل عمران محورها العام هو إثبات وحدانية الله عز وجل، والتدليل على ذلك نقلا وعقلا، وفي ذلك قال فيها البقاعي: المقاصد التي سيقت لها هذه السورة إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ولذلك والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان والذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليه في وصف المتقين بالإيمان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار، ما يتعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه السورة. هذا ما كان ثم يقول هذا ما كان ظهر لي أولا للإمام البقاعي، ثم يقول: وأحسن منه أن نخص القصد الأول وهو التوحيد بالقصد فيها، فإن الأمرين الآخرين يرجعان إليه. يعني أهم شيء في محور سورة آل عمران هو التوحيد، الوحدانية. نعم، يعني أمور الدنيا والآخرة يرجع إلى الوحدانية. نعم.
نعم. لأن الوحدانية تجعل الإنسان يسلك الطريق إلى الجنة. صحيح. وعدم الوحدانية تجعل الإنسان يسلك الطريق إلى النار. صحيح. نعم. من هنا دكتور حمدي، ما مناسبة قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ هي آية واحدة. نعم. آيتان. آيتان. نعم. 96 و97 من آل عمران. صحيح. نعم. هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآيات طبعا فيها فرض الحج على المسلمين، لكن اتصال هذه الآيات أو اتصال هاتين الآيتين بما قبلهما فيه وجوه ذكرها الإمام الرازي. والإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير يهتم كثيرا بذكر المناسبات. الوجه الأول قال هنا فيه رد على شبه اليهود الذين قالوا عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قالوا بأن يعني هذا ليس بنبي، لأن البيت المقدس ومكان بيت المقدس ومكان المحشر، وبيت المقدس هو البيت الذي وضع أولا، وهذا المكان هو بيت المحشر وبيت المجمع يوم القيامة، فهذا ليس بنبي. فكان الرد عليهم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أي بمكة مباركا، يعني المكان وما يحيط بهذا البيت مبارك فيه، حسم الأمر أن نعم. أول بيت وضع هو الذي في مكة. نعم. ولذا البيت المقدس للمشاهد الكريم يعني بني بعد البيت الحرام 60 عاما، والذي بنى البيت الحرام هو آدم عليه السلام، والذي بنى بيت المقدس بعده 60 عاما سيدنا آدم عليه السلام. ليس كذلك إبراهيم بنى القواعد، أقام القواعد. أقام القواعد. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قواعد عندما يعني تساقطت الجدر بعد فترة، فأتى سيدنا إبراهيم وكان معه ابنه إسماعيل الذي كبر في هذا المكان وأقام القواعد، يعني بنوا بناء الكعبة على القواعد أو على الأسس التي كانت موجودة. أساس البناء بناه سيدنا آدم عليه السلام. نعم. نعم. وبني البيت الحرام وكان وضعه أو بناؤه قبل بيت المقدس 60 عاما. هكذا. نعم. نعم. أيضا من الوجوه التي ذكرها الإمام الرازي قال أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. نعم. رد عليهم. هذا من أعظم شعار ملة إبراهيم، من أعظم شعار ملة إبراهيم الحج. وهؤلاء الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم لا يحجون. صحيح. وسيدنا إبراهيم كان حج إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. نعم. وهؤلاء لا يحجون إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، عليهم. سواء أكانوا من اليهود أم من النصارى. نعم. فهذا رد عليهم في هذه الآية. طيب. ممكن أن نكمل الدكتور في سؤال آخر، ولكن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صحيح القول التي تهدف إلى تقويم اللسان وتصحيح الأخطاء الشائعة. بين الفتح والضم، ثكنة لا ثكنة ولا ثكنة، يخطئ بعضهم فيقول ثكنة عسكرية بفتح فسكون، أو ثكنة عسكرية بفتحتين، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول ثكنة بضم فسكون. والثكنة الجماعة من الناس والبهائم، ولا سيما الجماعة من الطير، وثكن الجند مراكزهم، واحدتها ثكنة على وزن غرفة وغرف. والثكنة الراية والعلامة، وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثكنهم، أي على راياتهم. فقل إذن ثكنة بضم فسكون، ولا تقل
فكنة بفتح فسكون ولا فكنة بفتحتين. التون لا أتون. يخطئ بعضهم فيقول أتون الحرب بضم الهمزة والتاء، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول التون الحرب بفتح الهمزة وتشديد التاء، أي شدتها وعنفها وضراوتها. وأصل التسمية هذا جاء من التون الحمام، وهو موقد نار الحمام. فقل إذن التون الحرب بفتح الأول وتشديد الثاني، ولا تقل أتون الحرب بضم الأول والثاني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ما زلنا في فقرة البيان القرآني. موضوعنا هذا الأسبوع مناسبة آيات الحج في سورتي آل عمران والحج. دكتور، بعد أن تحدثنا عن سورة آل عمران ننتقل إلى سورة الحج، وبدءا لماذا سميت بهذا الاسم، وهل هي سورة مكية أم مدنية؟ طبعا لكل سورة لها اسم أو عدة أسماء، لكن المشهور هذه السورة سميت بسورة الحج وليس لها إلا هذا الاسم، لأنه ذكر فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فسميت بهذا الاسم لذكر فريضة الحج على لسان سيدنا إبراهيم خليل الله خليل الرحمن عليه السلام بعد بناء البيت العتيق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فبلغ صوته أنحاء الأرض. رجالا هنا ليس المقصود، المقصود بالرجال يعني رجالا راجلين، يعني راجلين يعني ما نعم ماشين رجالا ونساء، يعني رجالا أو ركبانا، نعم الركبان الذين يركبون والرجال الراجلون، ولكن راجلون من النساء والرجال، يعني نعم من الرجال والنساء والأطفال، نعم إن كان معهم أطفال، نعم. وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام فلبوا النداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه السورة طبعا هذه الآيات ليست التي فرض فيها الحج، وإنما فريضة الحج كانت في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية اللي هي فيها فرض الحج. هذه السورة اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية، أو مكية ومدنية مختلطة بين المكي والمدني. طبعا فيه كلام كثير، لكن أصح الأقوال بأنها سورة مختلطة بين المكي والمدني، وهذا قول الجمهور. وقال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، يقول وهذا هو الأصح، أي الرأي الأصح هو أن السورة مختلطة بين المكي والمدني. نختصر دكتور في السؤال المقبل، ما محور سورة الحج؟ نعم ملخص سورة الحج طبعا سورة مختلطة بين المكي والمدني، والمشهور بأن السور المكية أو المكي يكثر فيه الحديث عن الإيمان والأخلاق، والمدني فيه تشريعات. فموضوع السورة طبعا الشامل يكثر فيها الحديث عن الإيمان، يكثر فيها وفيها بعض الأمور التشريعية، كموضوع الجهاد وموضوع الحج والأحكام، يعني التشريع فيها أحكام، تشريعية عن الأحكام، الحج أحكام تشريع، والقتال تشريع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طيب الآخر دكتور في آخر دقيقة، ما مناسبة الآيات من أول قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى آخر الآية، وفي آخر قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلى آخر الآية في سورة الحج في الآية 25 وفي الآية 37؟ نعم طبعا من المناسبات التي ذكرها العلماء بأن هذه الآيات تتحدث عن فريقين، فريق الفريق يمثله الكفار إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والفريق الآخر اللي هو فريق المؤمنين الذين يتبعون منهج الله عز وجل ويتبعون تشريعاته ويسيرون في سبيله، وهؤلاء يصدون عن السبيل، فبينهما مقابلة. فالمناسبة هنا المقابلة بين الفريقين، والمقابلة كما قلنا قبل ذلك أو ذكر، وبضدها تتبين الأشياء، يعني بين فريق وضده. نعم، فريق وضده، فريق الكافرين وفريق المؤمنين. الكافرون وما يفعلون من صد عن سبيل الله وما وتعذيب المؤمنين وإيجاد كل الشبهات والأمور التي تصدهم عن سبيل الله، وفريق المؤمنين الذين يتبعون سبيل الحق ويسيرون فيه. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جاريسون التركية، شكرا جزيلا لكم أستاذنا. وفيك ربك وجزاك. ومسك الختام سيكون مشاهدينا إذن مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع جوهرة الأدب، نقتيبة جوهرة الأدب واللغة. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله. ابن قتيبة، جوهرة الأدب واللغة. هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أحد أعلام القرن الثالث الهجري، فهو عالم وفقيه وناقد وأديب لغوي. قيل إنه ولد في الكوفة، وقيل في بغداد التي نشأ فيها، وأخذ العلم عن علمائها، وعاش معظم أيامه فيها. تلمذ ابن قتيبة لكثير من أئمة العلم والأدب، أبرزهم إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد الزيادي، وأبو حاتم السجستاني، وأبو الفضل الرياشي، والجاحظ. أبرز تلاميذه ابنه القاضي أبو جعفر أحمد، وابن درستويه، وعبيد الله السكري وغيرهم. خلف وراءه مصنفات كونت بمجملها مكتبة شاملة تزخر بالعلوم والمعارف، من أبرزها تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب لتربية الملكة الأدبية وإرشاد طبقة الكتاب وتعليمهم. وفي مجال النقد الأدبي يعد كتابه الشعر والشعراء أشبه بمعجم الشعراء، أردفه بكتابه المعاني الذي يجمع ذخيرة أدبية قيمة من الشعر العربي القديم. وكتاب عيون الأخبار تناول فيه أخبار الزهاد والسلاطين وآداب الحرب ومكائدها وكثيرا من طرائف العرب ونوادرهم. توفي العلامة ابن قتيبة رحمه الله ببغداد في شهر رجب سنة 76 و200 من الهجرة.